عشرات الموتى والمصابين بسبب أحد مشاريع الحكومة التي توكلها لبعض المستثمرين الغير مبالين لحياة المواطنين بسبب مجسر صغير بحجمه وكبير بعدد ضحاياه، ناهيك عن عدم تدخل المعنيين بالحلول التي تحقن دماء ساكني المنطقة وتخفف معاناتهم التي دامت لأكثر من 9 سنوات. الشارع هذا هنا تقاطع، منا يروح على بغداد على الناحية مال الحسينية، ومنا يروح على السدة، ومنا يروح على كربلاء مركز المدينة. سووا التبليط، عافوا الجسر، ما سووا. من 2012 لحد الآن توقفت المشاريع بسبب سوء الأحوال، توقفت المشاريع. ظل هذا الشارع هنا يا اللي يجي وقع بي يا اللي جي وقع. صارت حوادث أكثر من 15 حادث بهذا المكان، استشهدوا تقريبا ماتوا هنا بهذا المكان تقريبا بالخمسة. ذاك اليوم عائلة قبل 3 أيام 3 نفرات من عائلة واحدة، أطفال 2 ومرأة، والدهم طلع يعني من هذا. زين المكان عميق والبزل كبير، يعني ما طب الناس صعوبة تنقذ الإنسان، صعوبة يعني. أبو لضحية يتحدث عن فساد المشاريع وحوادث السير آخرها قبل 3 أيام ل3 ضحايا، مشيرا لعدم وجود أي إشارة مرورية تنبه أصحاب العجلات من خطورة هذا الطريق. والله الحادث بهذا المكان جايبني بالليل حال من دوامه، وهم هنا وقع بيها ومات، بس ما كان بهذا التراب، وبعدين وراها هم ناس وقعت وتأذت. قبل يومين من 3 أيام عائلة كاملة بس أبوهم طلع سالم. زين هذا الله يرضى به. زين الدولة وين رايحة؟ يعني هذا جسر بسيط ما يقدرون عليه، بس هم يبوقون ويفرهدون وأذوا الحكومة. زين هذا جسر هو ما يكلف والله حتى 60 مليون 70 مليون، لا يعطون المقاول ما يكلفه. زين ليش هالشكل؟ هاي الناس الأبرياء تروح. تستمر معاناة الأهالي بانقطاع التيار الكهربائي وقلة الخدمات ومشاريع المتلكئة التي استغلت بسبب انشغال الحكومة بالأوضاع الحالية، لينتهي بهم الحال بعدم محاسبتهم والسكوت على فسادهم. كان وما زال مسلسل موت الأبرياء في محافظة كربلاء، والذي يتمحور تحت عنوان الفساد والمشاريع المتلكئة التي تحصد يوميا عشرات الموتى جراء مشاريعهم الفاسدة. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.